علينا أيها الأخوة أن نتدبر القرآن، نتأمل القرآن، ننظر في القرآن، كله أخلاق، كله أحكام وأخلاق وكله دلائل. ينبغي لنا أن نقرأ القرآن بتدبر وتمعن ونظر، لا أن نقرأ قراءة سريعة لا نستفيد من قراءتنا. ليس لا يكون هم أحدكم آخر السورة، ليقف عند حدوده، ليقف عند عجائبه، يحرك به القلوب. هذا هو المقصد، هذا هو المقصد.